الم منهم فلوس مثلا واجيب لبس وابيعه مثلا لما اجي. وقف الموضوع على ال 2000 جنيه اللي احنا اختلفنا عليهم، ولكن يمكن كان عندي مشكله ان انا كنت قصير شويه وقتها، النادي الاهلي ما كملش في الموضوع، بس الحلم بتاعي طول الوقت لا موجود قدامي. كان زمان في حاجه اسمها العود الابديه، ومن بعدها ما طلعتش من اي منتخب خالص. طبعا البدايه بالنسبه لي هي حلم، زي اي حلم او زي اي طفل بيحلم بكره القدم. حبيت كره القدم زي اي طفل صغير، حلمت وبدات ان انا اسعى للحلم ده. قاتل على حلمك وسعى واجتهد وصدق نفسك، لان يمكن انا تعيطت في وقت من الوقت ان انا بطلت كوره خالص وانا في سن 15 سنه. قعدت حوالي سنه وشويه انا ما بلعبش غير في المدرسه فقط لا غير. انا بدات كمهاجم، ولكن يمكن كان عندي مشكله ان انا كنت قصير شويه، حسيت ان حته المهاجم دي بادي بشكل كويس، بس لا يعني في ناس اطول مني واقوى مني وكده. وصلت سن 15 سنه بدا يبقى في ناس اللي بتلعب عليا، انا ما بلعبش وكده. مع وفاه والد الله يرحمه في الوقت ده، فبدات احس ان الامور مش ماشيه معايا، بدا يحصل نوع من انواع التخبط عندي شويه. خدت جنب من النادي واكتفيت ان انا بلعب بالمدرسه بس، ممكن اشتغل فتره الصيف يعني ما اقعدش كده، طالما ما عنديش حاجه ممكن انزل اشتغل، ممكن اعمل اي حاجه، المهم ان انا اعرف ازاي اعتمد على نفسي وما استناش ان انا يعني ظروف الاسريه، لا ان انا انزل اساعد نفسي والكلام ده. دي يمكن اللي كونت شخصيتي، دي اللي كونت ان انا اعرف اعتمد على نفسي من وانا في سن، من وانا في سن صغير، من وانا كنت خطيت له 14 سنه. كان في دايما زمان يعملوا احالات لبورسعيد، كنت مثلا اطلع اخد من اصحابي فلوس، الم منهم فلوس مثلا واجيب لبس وابيعه مثلا لما ارجع بالنسبه لاصحابي. عشان كده الواحد دايما انا يبقى في اي حاجه في البيت عندي بايظه انا اقف اصلحها، ما عنديش يعني ما عنديش ازمه خالص ان انا اقف اصلحها. ما كانش عندي مشكله، ما كنت شايف ان ده عيب، بالعكس انا كنت شايف ان ده كون شخصيتي. بس الحلم بتاعي طول الوقت لا موجود قدامي، شايف نفسي عايز اكون لعيب كوره. فبدات ان انا اغير بقى البوزيشن بتاعي وان انا ارجع العب نص الملعب. ده جه ازاي؟ لان احنا كان في دايما بنعمل دورات رمضانيه كده، كنت بلعب والناس بتوع النادي موجودين، فانا بلعب مدافع يعني بلعب زي ليبرو كده. وقفوا بقى معايا تاني ولازم ترجع ولازم ترجع تكمل وحرام انت موهبتك دي فبدات ان انا ارجع تاني وانا عندي 16 سنه وشويه. لما لعبت نص ملعب صعدت فريق اول على طول، كان مرة وقتها بلعب في الممتاز بيه، وكنا احنا الالومنيوم واسوان وكان أندية كتير قوي في الصعيد وقتها، كنا احنا مجموعة الصعيد، والحمد لله بدأت أعمل اسم كويس. وكان زمان اتعملت بطولات اللي هي كانت بتتعمل اللي هي منتخب القاهرة، منتخب الصعيد، منتخب الدلتا، منتخب الجيزة، فكان المنتخبات دي دايما بتتجمع وبتعمل بطولات ودية. فأنا كنت في منتخب الصعيد شمال الصعيد، وكانت البطولة دي في إنا. في البطولة دي كان وقتها كابتن إبراهيم عبد الصمد هو المدير الفني لمنتخب القاهرة، وكان وقتها النادي الأهلي شافني وبدأ يحصل نوع من انواع التفاوض مع النادي الاهلي. وقتها كان النادي الاهلي دايما ما بيدفعش في نشأ اكتر من 5000 جنيه، وكان اسوان والاهلي، وكان وقتها الزمالك من بعيد شويه، حاول نادي مرة ان هو يطلب رقم يبقى 7000 جنيه، لان اسوان وقتها حاطط 11000 جنيه وقتها، وجات الدنيا وقفت وتعطلت. كان عندنا لاعب طبعا كابتن بركات البريم كان وقتها رايح القناه وقال لي طب استنى ما تروحش اسوان، تعالى انا كلمت الناس في القناه اسبوع معانا. انا قلت لهم ان هم يدوا لك اسبوع تنزل، ورحت وقتها وكان احنا طلع عليه كابتن صلاح ابو جريشه كان هو المدير الفني للقناه، ونزلت مع فرقه القناه اسبوع، وراجل بعدها ما اقتنعش بيا يعني، قال لهم لا واحنا عندنا لعيبه كتير في الناشئين افضل منه، لو هيجي يجي ناشئين ما يجيش فريق اول وكده. توكلت على الله وخدت خطوه اسوان، وكان اسوان فتحت خير عليا، وقعت 3 سنين في اسوان، وكنت حاطط تارجت لحياتي يعني حاطط هدف، انا 3 سنين عندي 18 سنه يعني بعد الثلاث سنين هيبقى عندي 21 سنه، وانا عندي 21 سنه انا لسه ببدا حياتي، حلو ابقى فري، سهل بقى ان انا الاهلي يطلبني الزمالك يطلبني اي نادي يطلبني. ما كانتش نقله سهله بالنسبه لي، لاني انت بتتكلم على مرحله جديده في حياتك، هتبدا بقى انك انت تعيش لوحدك. اسوان ممكن في الصعيد، بس اتكلم على مسافه 10 ساعات تقريبا. كان عقدي في السنة تقريبا 9000 جنيه او 10000 تقريبا، كان 10000 جنيه في السنة، بس اول مقدم خدته 4000 جنيه، كانت اول فلوس امسكها في حياتي، لان انا
فاكر وانا في ما كنا بنلعب كده، اللي هو انت بتلعب هاوي مفيش فلوس، انت ممكن تاخد مكافأة ماتش او حاجة او كده. افكر بقى طب انا هعمل ايه، اشتري ايه قبل ما اروح بقى اسوان. فنزلت بقى القاهرة اشتريت شوية حاجات، ترينجات وكوتشي ومش عارف ايه وكده. لازم برضو الواحد يروح بشكل يعني مختلف يعني. خدت الخطوة بتاعت اسوان، وقتها النادي الاهلي ما كملش في الموضوع ووقف الموضوع على الـ2000 جنيه اللي احنا اختلفنا عليهم. وقف ان انا اخد خطوه النادي الاهلي، ولكن الحلم بتاعي ما وقفش. قناعات كبيره جدا جدا من الكابتن رمضان السيد بيا. بدات العب مع فرقه اسوان، وكان وقتها جيل من الاجيال المهمه جدا في اسوان، كان لعيبه كلها لعيبه اهلي وزمالك وقتها، منهم طارق مصطفى مثلا كان موجود معايا في اسوان، من اللعيبه اللي كانت احمد حموده الكبير واحمد حموده الصغير. ثالث او رابع او خامس ماتش كان ماتش الزمالك، وكان الماتش ده كان فيه خلاف ما بين الزمالك واتحاد الكوره، والماتش ده ما اتذاعش. وانا بقى مستني اول ماتش ليا بقى هيتذاع في الدوري. كان زمان ما بيتذاعش غير ماتشات الاهلي والزمالك، كان ملعب المقاولين ده مقفول. ولعبت المباراه تقريبا، حصلنا المباراه 3-1 من الزمالك، ولكن كانت مباراه فتحت خير عليا. ومن بعد اللقاء ده انا انضميت منتخب اولمبي، وكان اول انضمام ليا، ومن بعدها ما طلعتش من اي منتخب خالص. والرحله طالت بقى، يعني بدل ما بسافر 9 أو 10 ساعات بقت حوالي 12-13 ساعة. فبدأت تطلعاتي تزيد، يعني أنا بقيت راجل دلوقتي دولي ومنتخب أولمبي، فلأ يعني لازم تبذل مجهود أكتر. بدأ يحصل تفاوض تاني مع النادي الأهلي. أنا بالظبط لعبت في أسوان 10 شهور، بدأ يحصل مفاوضات النادي الأهلي مع أسوان، والنادي الأهلي حط 120,000 جنيه وقتها. لعبت دورة في الإمارات مع المنتخب الأولمبي، وقتها شافني الدكتور عبد المنعم رمضان، كان هو وزير الشباب والرياضه وقتها، هو كان محب للنادي الاسماعيلي. فبدا يحصل معايا مفاوضات مع النادي الاسماعيلي، كان حلمي بالنسبه لي طبعا ان انا النادي الاهلي، وان انا اروح النادي الاهلي، والمره الثانيه ان انا اجي اروح النادي الاهلي. فحصل اني النادي الاسماعيلي بيحط 250,000 جنيه، وده كان رقم كبير جدا جدا. قعدت في احد فنادق القاهره 3 ايام، محدش عارف يوصل لي خالص، علشان النادي الاهلي خلص معايا. كان زمان في فندق شهير كده، النادي الاهلي لما يعوز لعيب كده يفضل حاطه فيه، كانش لسه فيه بقى تليفونات ولا موبايلات ولا الكلام ده ولا كده. وبعدها لما ما الصفقه خلاص يعني مش عارفين النادي الاهلي خلصوا كده، لان كان رقم النادي الاسماعيلي كبير، قعدت بقى. ودي من الحاجات المهمه اللي انا بشوف ان لعيب كره القدم مش لعيب داخل الملعب وبس، هو لعيب لازم يكون داخل الملعب وخارج الملعب كمان. فلما قعدنا وقتها انا هعمل عقد ليه بداية وليه نهاية، هبدأ من 95 وينتهي في 98. كان زمان في حاجة اسمها العقود الأبدية، العقود اللي هي بتجدد تلقائيا، كان ده موجود في النادي الإسماعيلي، وكان موجود في أندية كتير في مصر يعني. كان عندي واحد صاحبي وقتها، قعدت أنا هو قلت له تعالى بقى نكتب بنود العقود، عشان لما أجي أقعد مع النادي الإسماعيلي نحط البنود العقود. اديت العقد للمهندس محمد رحيل، قلت له ده العقد بتاعي، إذا موافقين أنا تمام، ما كانش المهم يعني. وصلنا إن الناس تفاوضوا مجلس إدارة مع بعض ووافقوا على العقد، وكان نقلة جديدة بالنسبة لي، وكان تاني عقد بالنسبة لي. وبعدها انتقلت للنادي الإسماعيلي، كان 15,000 جنيه في السنة، وشقة من محافظ الإسماعيلية وقتها هدية كده الأستاذ عبد السلام المحجوب طبعا، كان وقتها محافظ الإسماعيلية.